وحول كل تطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من كييف دكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب الباتريوت الأوكراني. مرحبا بك معنا دكتور رامي في هذه الساعة على القاهرة الإخبارية. إذن روسيا حسب آخر التصريحات لديها ما يكفي الآن لحسم العملية العسكرية، كيف تتعاطى إذن أوكرانيا مع هذه التصريحات حول الحسم الروسي؟ يعني في البداية بالنسبة للتصريح اللي حكاه دمتري ميدفيديف، يعني هو بين الحين والآخر يعطي تصريحات يعني ما لهاش ولا شيء من الحقيقة، يريد أن يعمل نفسه السطر من صقور روسيا وأنه إنسانا قويا ويستطيع حسم المعركة. هذه تصريحات يعني فاشلة من شخص لا حتى سياسيا ليس له وجود في روسيا، وبالتالي إذا هو كذلك لماذا لم يحسموا المعركة خلال 3 أيام من بداية الحرب؟ لماذا خسروا كل هذه المعدات والجنود واليوم الحرب تنتقل إلى روسيا؟ لماذا لم يحسموا المعركة العام الماضي أو حتى قبل بداية الحرب؟ وبالتالي هذه التصريحات بالعكس يعني لا تؤثر بالنسبة للأوكران. الأوكران ماشيين حسب الخطة في تحرير أراضيهم، وبالتالي أي تصريح يصدر من القيادة الروسية هي مجرد فقاعات ليس لها يعني أساسا من الصحة. هدد قبل ذلك بالنووي إذا تم ضرب موسكو، وتم بالفعل استهداف موسكو، واليوم تضرب الموانئ الروسية والبارجات الروسية في المياه الأوكرانية، وهدد بالنووي، واليوم يقول أن لديهم ما يحسم من المعركة. وأين يعني لماذا ينتظرون؟ ولكن الفشل العسكري الروسي والفساد الذي موجود في الجيش، وقد رأينا القتال بين الجنرالات الروس والهجوم بريغوجين على موسكو، هذا يؤدي لكن لماذا الآن دكتور رامي، يعني عندما يتماشى ويتوازى هذا التصريح بالحسم الروسي في الوقت الذي يشدد فيه الرئيس بوتين الآن على عرض أكبر كمية أو تصنيع أكبر كمية ممكنة من المسيرات؟ طبعا روسيا في يعني نتيجة الحرب التي هي موجودة في أوكرانيا ووقوعها في المستنقع الأوكراني والفشل في عدم تحقيق أهداف العملية العسكرية كما يذكرون، هم الآن درسوا الأخطاء التي كانت موجودة ويحاولون أن يصلحوا هذه الأخطاء بعمل يعني مسيرات أو حتى من الإكثار في تصنيع الصواريخ وكل شيء. وبالتالي ممكن يعني روسيا تحاول أن تصلح الأخطاء ولا أكثر من ذلك، ولكن عملية الحسم صعبة جدا في الوقت الحالي. اليوم الحرب يعني التصعيد والتصعيد المبادل ما بين الأوكران والروس. البارح الأوكران كانوا في يعني في وضع الدفاع، واليوم الأوكران في وضع المهاجم، وبالتالي المعادلة تغيرت، والحرب ليس كما يريد بوتين، ولم يحسمها ولم يستطيع حسمها إذا لم يكون قرار دولي بحل هذه المشكلة سلميا. طيب هناك تصريح أيضا لافت دكتور رامي من مستشار الرئيس الأوكراني، والذي هدد فيه بشكل مباشر باستهداف السفن والموانئ الروسية، وقال أنه هذه ستظل أهداف مشروعة لكييف، فيما قال بأنه انتقام من الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب. هلأ الموضوع ليس انتقاما، وإنما الموضوع هو حماية المياه الإقليمية لأوكرانيا، وبالتالي أي سفينة عسكرية أو أي سفينة يعني تزود الجنود الروس بالنفط هي هدف شرعي ودولي أيضا للجيش الأوكراني، وبالتالي هذا ليس انتقاما وإنما هو تحرير للأراضي وتوسيع يعني توسيع رقعة الحرب إلى البحر الأسود في المياه الإقليمية الأوكرانية، هي يعني نتيجة للقصف الروسي للموانئ الأوكرانية زي أديسا وقصف مخازن الحبوب. وبالتالي الانسحاب يعني كان من هذه مبادرة يعني تصدير الحبوب، ولكن في هناك خطوط بديلة أوكرانيا تعمل عليها، وفي القريب العاجل يعني سوف يتم الإعلان عنها، وعن أي طريقة يعني في هذا الشهر 8 سوف يتم حصد المحاصيل في أوكرانيا، وبالتالي سوف أوكرانيا تصدر هذه المحاصيل عن طريق الدناوب أو عن طريق أوروبا أو حتى عن طريق المياه الإقليمية الأوكرانية البلغارية الرومانية، وبالتالي أين يتواجد الناتو، وبالتالي روسيا خرجت من هذه بإرادتها، ونحن نأمل أن ترجع من أجل الدول الفقيرة. ولكن
روسيا دائما تعتمد الابتزاز، يعني تريد أن أي شيء مقابل موافقتها على أي معاهدة سلام أو حتى مبادرة، وبالتالي الابتزاز موجود، ولكن الأوكران لن يوافقوا على الابتزاز الروسي من يوم وطالع. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كييف دكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب الباتريوت الأوكراني.